عهد جديد يعيشه صعيد مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية بعد سنوات من المعاناة والتهميش وندرة الخدمة والمشروعات التنموية، حيث سعت الدولة المصرية بعد تولي الرئيس السيسي لوضع خطة متكاملة تستهدف في المقام الأول الاهتمام بالصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني، ومن ثم افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظات الصعيد المختلفة. ومن خلال هذه المشروعات تم التأكيد على أن مصر تتوجه نحو عصر جديد وجمهورية جديدة شعارها حياة كريمة لكل مصري على مستوى محافظة الجمهورية، حيث أطلق الرئيس السيسي المشروع القومي لتنمية الصعيد والذي شمل تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة بمختلف محافظات صعيد مصر، والتي شملت تطوير البنية التحتية ومد جسور التنمية. وحظي قطاع الإسكان بأهمية خاصة، فقد تم تنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع وتنفيذ 188 ألف وحدة سكنية شامل جميع الخدمات والمرافق، من بينهم 125 ألف وحدة إسكان اجتماعية، بالإضافة إلى 11 ألف وحدة إسكان نوبي وبدوي بتكلفة 1.4 مليار جنيه. كما حظي الصعيد بواحد من أكبر وأهم مشاريع توليد الطاقة المتجددة، وهو مشروع بنبال للطاقة الشمسية. أما مجال قطاع البترول والغاز الطبيعي، فقد تم توصيل الغاز إلى 1,100,000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروعات بالمليارات لتنمية حقول البترول والتكرير والتصنيع وتوصيل الغاز الطبيعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وعن قطاع المياه والصرف الصحي، فنفذت الدولة 121 مشروعاً لمياه الشرب ليغطي 97.8% من محافظات الصعيد. وفيما يخص قطاع الاتصالات، فتم إنشاء وتطوير البنية المعلوماتية التكنولوجية بصعيد مصر لرقمنة الخدمات الحكومية. ومن أهم المشروعات في هذا المجال هو الفايبر الذي دخل الصعيد لأول مرة ضمن مبادرة حياة كريمة. تطوير البنى التحتية لم يكن المحور الوحيد الذي اهتمت فيه الدولة المصرية في خطة تنمية الصعيد، ففي قطاع الصحة تم إنشاء وتطوير المستشفيات من خلال 63 مشروع، إلى جانب تقديم نحو 1,457 قافلة طبية خدمتها لنحو 1,900,000 مواطن. وعلى مستوى التضامن الاجتماعي، فيستفيد أكثر من 2,000,000 مواطن بتلك المحافظات من برنامج تكافل وكرامة، ما أدى لتراجع نسبة الفقر بنحو 5 درجات. وفي مجال التعليم قبل الجامعي، تم إنشاء 2,320 مدرسة جديدة و2,019 مدرسة تعليم فني، إلى جانب محو أمية 1,500,000 مواطن. وفي قطاع التعليم العالي، أنشأت الدولة في الصعيد جامعتين حكوميتين وخمس جامعات خاصة وأهلية و105 كليات ومعاهد جديدة، فضلاً عن تطوير قصور الثقافة على مستوى محافظة الصعيد وتطوير مراكز الشباب والنوادي الرياضية والملاعب. كما اهتمت الدولة المصرية أيضاً بالتنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بالمنطقة وبناء تنمية اقتصادية حقيقية. تعد حياة كريمة هي المشروع الأضخم الذي يغير حياة الريف المصرية، والذي كان الصعيد هو المستفيد الأكبر منه، إذ تم إدراج كافة محافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى من المبادرة بنسبة 65% من المراكز و63% من القرى، ليصل عدد المستفيدين إلى 10,300,000 مواطن.